مسحراتي كانت الاولاد لما تطلع في الشارع تشوفه تقول له ازيك يا عمو، ما كانوش بيلاقوه، كانوا بيروحوا اي حته تانية عشان يشوفوا المسحرات. انا قررت اعمل مسحراتي علشان اسعد الاطفال واسعد اهل المنطقه عندنا، ما يروحوش اي حته تانية، وكل سنه بعمل لهم حاجه جديده وبفرحهم وبسعدهم. انا هتفرقش معايا خالص، كل حاجه بعملها من جيبي عشان الاطفال. يعني انا جايب جمل من مصر، والله والله جايبه مصاريف غاليه، الشهر ده هو ممكن اصلا يمشي اصلا لبكره لبعده، يعني 15 رمضان عشان ما عادش معايا فلوس اكمله. انا بحب اسعد الناس وبحب ارضي الناس كلها، بتدخل لي فلوس كافيه، بس طبعا على المصاريف اللي انا بصرفها والحاجات اللي انا بجيبها دي ما بتغطيش، لان الناس ما بتدعمنيش الدعم اللي هو، يعني انا جايب حاجه جميله المفروض الناس تدعمني، بس الحمد لله بتطلع برضك في الاخر مرضيه. اللهم صل على النبي. يوم بالظبط بيبدأ الساعة 10 بالليل أو 9:30، بيبقى معايا الجمال بيقوم يأكل الجمل وبيظبطه على أساس الجمل ما يزعلش أي حد ولا يأذي أي حد، وبعدين بيأكله ويشربه أول حاجة قبل ما نطلع علشان تبقى عينه مليانة، وبعدين اللهم صل على النبي بيلبسه وبيحط اللبس عليه وبيعلق له النور والبطاريات. يكون أنا طلعت لبست وشطبت وظبطت نفسي كده وحطيت النور عليا وطلعت قصدت باب كريم، وبطلع بالظبط ان شاء الله الساعة 11 كل يوم. طبعا الساعة 11 دي هو ما فيش مسحراتي بيطلع الساعة 11، بس انا بطلع الساعة 11 ليه؟ الاطفال بتبقى صاحية، بحب الحق الناس وهي صاحية والاطفال وهم صاحيين، ما احبش اروح للاطفال وهم نايمين. طبعا لو رحت للاطفال وهم نايمين اهل الاطفال بيقابلونا، ايه يا عم الدهشان انت جيت متأخر ليه؟ العيال نايمة يا راجل، ده الولد قاعد لحد الساعة 2 سهران علشان يشوف عم الدهشان مسحراتي وانت تأخرت عليه، فبعد اذنك يا عم الدهشان تعالى بكرة بدري. اقول لهم حاضر عينيك، ساعة ما اروح بكرة بدري العيال تبقى فرحانة اللي هي شافت، وانا جاي من على بعيد، عم الدهشان جه، عم الدهشان جه، عم الدهشان جه، بيبقوا فرحانين جدا. نفسي اسعد الناس، نفسي كل سنة اسعد الناس، والله لو اخر جنيه في جيبي لاصرفه على اسعاد الناس، بس اجت من عند الله كده. انا كل سنه بعمل الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيه وبحاجه فيه. من بعد رمضان على طول بفكر هعمل السنه الجايه.